قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، قال: باب ما جاء في سبع أراضين، وقول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات. يعني احنا انتهينا من بدء الخلق صح؟ جديد. باب ما جاء في سبع الأراضين. طيب تفضل. نعم. قال: وقول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء ما. قال: والسقف المرفوع. قال: السماء سمكها بناءها. والسقف المرفوع. قال: السماء. قال: سمكها بناءها. قال: الحبك استواؤها وحسنها. قال: وأذنت سمعت وأطاعت. قال: وألقت أخرجت ما فيها من الموت. قال: وتخلت عنهم. قال: طحاها دحاها. قال: الساهرة وجه الأرض، كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم. طيب نكتفي بهذا، نكتفي بهذا. قال: باب ما جاء في سبع أراضين، بالتصحيح يعني بالتصريح. الله جل وعلا خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين، كما قال الله تعالى: الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في قوله: وفي الأرض ومن الأرض مثلهن، أي بين كل أرض 500 عام، كما وروى الحاكم عن عمر وعن المسعود في هذا الباب. أيضا قال: من الأرض مثلهن. قال: السماء، كل سماء بين كل سماء وأخرى 500 عام. وجاء حديث: باب يطوقه يوم القيامة بسبع أراضين، سيأتي إن شاء الله في هذا الباب. يدل دلالة واضحة على أن الأراضين بعضها على بعض ليس بينهما فرجة. قال مجاهد: يتنزل الأمر بينهن بين السماوات والأرض إلى الأراضين السبع. والحق أنه الأراضين ليس بينهما فرجة، وهذا الواقع الذي نزلوا إليه فرأوه. وحديث عمر بالنسبة للأرضين ليس صحيح، لكن حديث ابن مسعود على السماء فهو صحيح. قوله: تنزل الأمر بينهن، يعني بين السماوات إلى الأراضين السبع. وقال الحسن: بل بين كل سماء خلق وأمر. وروى البياقي عن عبد الضحى مسلم عن ابن عباس أنه قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، قال: سبع أراضين، في كل أرض النبي كنبيكم، وآدم كآدم، ونوح كنوح، إبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى. وهذا في نظر إسناد هذا الحديث عن عباس صحيح وهو شاذ، لا أعلم أبي الضحى عليه متابعة. وهذا حقة شذوذ، ما في نبي كبيركم هو النبي الأمة، النبي الخاتم، هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سورة ابن ماجه أن ما بين السماء والأرض مسيرة 73 سنة أو نحوها، وكذا بين كل سماء وسماء، وهذا ليس صح، ضعيف. قال الجوزقاني: الحديث صحيح، والحقيقة أن الصحيح الحديث ضعيف، في عبد الله بن عميرة وفي جهلة. قال: سمكها كما فسره هو. قال: سمكها بناءها. والحبك هو قيل الجمال أو التناسق أو من الحبيكة، كطريق وطريقة، وقيل واحد حباك كمثال ومثل، يعني ده الطرق. وقيل الحبك هي الطرائق التي تكون في السماء من أثار الغيم. وأذنت أي سمعت وأطاعت لربها جل في علاه. قال: السماء والأرض أتيها طوعا أو كرها، قالت: أتينا طاعين. وألقت أخرجت كل ما في باطنها، الأرض تحمل والله تعالى يأمرها يوم القيامة فتخرج كل ما في باطنها. ثم يحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: ينظر بعضهم إلى بعض، قال: لا، الأمر أشد من ذلك يا ابن الصديق. قال: فألقت ما فيها وتخلت، أي تخلت عنهم، صنعت ما أمر الله جل في علاه. طحاها يعني دحاها، دحاها يعني عندنا في الريف يقولون الدحية، الدحية البيضة. لذلك هم توصلوا في النهاية إلى أن الأرض بيضاوية ليست كروية. بالسائرة من كونها وجه الأرض، وهو قول مجاهد، أي كانوا في سفالها فحملوا إلى أعلاها. وقيل السائرة أي أرض القيامة، أرض غير الأرض وسماء غير السماء. يقول: السائرة وجه الأرض، وكان فيها الحيوان نومهم وسهرهم. صحيح، السائرة هي أرض جديدة، هي أرض جديدة، كما قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أحمد الحديث. قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن علية عن علي بن المبارك. طبعا علي بن عبد الله المديني شيخه في العلل، وعبد الله بن المبارك، عبد الله هنا عبد الله بن المبارك صحيح، ابن علي أو سفيان ابن علي، سفيان ابن إسماعيل ابن إبراهيم، هو إسماعيل ابن علي. وعلي بن مبارك، عن علي بن مبارك أيضا من ثقات أزوات، مش علي، هو مش هو عن، هو عنه. نعم. عن علي بن مبارك. نعم. أنه قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير. أنا أبي كثير أروع ما قال، كلام يكتب بماء ذهب، قال: إن هذا العلم لا ينال راحة الجسد. قال: عن محمد بن إبراهيم بن حارث. ومن ثقات
قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن سلمة بن عبد الرحمن نعم، وهو كان من فقهاء السبعة في قول، لكنه كانت عنده جفوة مع ابن عباس لذلك كمان عنه الليل. تفضل. قال وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة رضي الله عنها فذكر لها ذلك، فقالت يا أبا سلمة اجتني بالأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. هو أراد بهذا الحديث أن يبين أنها سبع أراضين، لأن قالت شوف قالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، شوف نصحته اجتنب الأرض يعني الخصومة هي فيها اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر، يعني حتى لو يعني كان ألحن ويظن أنه لم يظلم قد يكون الأمر فيه شيء من المظلمة. قالت فمن ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضي عقابا. وأيضا هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي مشى يتبختر فخسف الله به جل في علاه، فهو في الأرض يتجلجل فيها بسبع أرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. الحديث بقية إن شاء الله مع باقي الأحاديث في الدرس القادم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.